الحكم الشرعي هذا هو الحكم الشرعي، قضية مخالفة الناس لا يلتفت إليها. وهذا يؤكد ما قلناه، كثرة المخالفات لأمر من أمور الشرع لا يعني أنه مباح أو أن العالم يتسامح فيه، لابد أن يصدع بالحق حتى لا يكون هذا الحق مستقبلا، حتى لا يكون باطلا. لما يندرس العلم يقول هذا والله باطل، أنت أتيت بعلم جديد، مع أنه العلم الصحيح. وهذا قاعدة في كل شيء. بعض الناس لما يرى كثرة المخالفين ربما يتسامح من طلاب العلم أو من العلماء، إن صح أنهم علماء قد يتسامح في بعض الأشياء لكثرة إقدام الناس على ذلك. لا، انجو بنفسك، بين الحكم الشرعي حتى لو كنت واقعا في هذا الأمر. يعني مثال ذلك التصوير، لما أسرف الناس بالتصوير فتحت الأبواب في إباحته، وربما أنه يصور هو، فكثرة الناس مع وقوعه إذا به يبيح. لا، حتى لو كنت واقعا لا تجني جنايتين، تقترف المحرم ثم تعتدي على النص الشرعي. مثلا تقصير اللحية، عند بعض الناس يقصر لحيته، يقول والله يا الدليل يعني الأمر للسنية أو ما في دليل، أو من هذه الآراء التي هي عقليات، التي هي عقليات، فإذا به يجني على لحيته فيقع في المحرم، وإذا به يتعدى على النص. حتى لو كنت واقعا لا تقدم، يعني لعل الله يتوب عليك فتعود، فلا تفتح الناس أبواباً.